بك شباب، ان شاء الله نتكلم برضه عن موضوع بريف صغير خالص كده اسمه الريتيل فيز ديفكت. طيب اول حاجه يعني ايه اصلا الريتيل فيز ديفكت؟ الديفينيشن بتاع لك هو ديكريز او يعني بيحصل ديفيشنسي في السكريشن بتاع البروجستيرون في السكند هاف بتاع السايكل، ايه نتيجه بيحصل ديجنريشن من كوربس ميديوم. طيب تعالى نفهم يعني ايه الكلام ده بس عشان نلم الحوار كله. زي كل مره هناخد اصل الموضوع ونطلع منه بقى الكوزز والانفستيجيشن وكل حاجه. طيب اول حاجه تعالى الاكسس اللي المفروض كلكم حافظينه دلوقتي، الهايبو سيرفيس بتدي في جي ان ار اتش. جي ان ار اتش ده بيبدا بهي بالسز، البالسز دي تروح تاثر على البيتيوتري جلاند تطلع اف اس اتش يا ال اتش. تمام، الاف اس اتش طلع، روح الاف اس اتش ده ايه يكبر الاوفر، تفضل الاوفر تكبر تكبر تكبر, تكبر. بعد كده يحصل ال ال اتش سيرج، هنا حصل الاوفيوليشن، يبقى ده كده الفيرست هاف بتاع السايكل وده هنا السكند هاف بتاع السايكل. طيب خلاص خرجت الاوفر وراحت اليوترس عادت هناك، من هنا اللي بيكمل معاك كوربس ليديوم. كوربس ليديوم دي بتنتج ايه؟ بروجستيرون. فانا المفروض عارف ان في ده كده في النص الاولاني بتاع السايكل، هنا كده مين الاستروجين هو اللي بينتج استروجين. طب في السكند هاف كوربس ليديوم بتنتج ايه؟ بروجستيرون بكميه كبيره. حتى هنا تلاقي بروجستيرون زائد، بص هزودها لك عشان ما تنساهاش، زائد كميه قليله قوي من الاستروجين. يعني ده ممكن سؤال ام سي كيو، في الفيرست هاف بتاع السايكل بينتج ايه؟ استروجين. طب في السكند هاف بتاع السايكل بروجستيرون هو المينلي، بس بينتج برضه استروجين مش بروجستيرون لوحده. طيب هنا اتكلمنا قلت لك دي اوفم حصل اوفيوليشن بالكوربس ليتين. طب تعالى هنا برضو ادي الاي اتش سيرج وادي الاوفيوليشن البروجستيرون. طب الكوربس ليتين دي قال لك بتنتج البروجستيرون ده بقى ازاي؟ البروجستيرون ده بيخرج المفروض اصلا النص الثاني من السايكل كده كده ثابت 14 يوم. يعني دلوقتي حصل اوفيوليشن 14 يوم، لو ما حصلش امبلانتيشن وحصل ولاده، تمام، وحصل انتركورس وحصل ولاده، بيبدا يحصل المنسز اهو. يعني ده كده مدته 14 يوم، 14 يوم الكوربس ليتين بتفضل تنتج بروجستيرون. تمام، والله ما حصلش اي ولاده وما حصلش امبلانتيشن جوه اليوترس وما فيش رساله وصلت لجسمك ان في بريجننت، في بقى خلاص حصل بريجننسي، خلاص كل ده بيموت وتنزل ايه المنسز اللي هي الدوره اللي بتنزل من قدام الليبيدز. اهو هتلاقينا حتى اهو 14 يوم وادي المنسز نزلت. طيب في ال 14 يوم دول البروجستيرون بقى الكورس اللي كان بيقول لك ايه، في اول خمس ايام بتنتج بروجستيرون بكميه دي، بعد كده يقعد خمس ايام ستيبل، بعد كده لما يحصلش امبلانتيشن او حاجه يروح جاي يحصل دروب فيه في خلال خمس ايام، بعد كده يبدا ايه يحصل بقى المنسز. تمام تمام طيب انا ده كله. طب المنسز حصل ليه؟ برضه نفس الكلام، المفروض انت عارف في السيولوجي ان في النص الاولاني الاستروجين بيعمل بروليفريشن، بيبقى اسمها بروليفريتيف فيز فيرست هاف بتاع السايكل. طب السكند هاف بيحصل سكريتوري، بتبقى سكريتوري فيز اللي هي البروليفريشن اللي حصل ده، لا هنا الجلاندز بقى بتبدا تكون سكريشن تحت التاثير من البروجستيرون، النص الاولاني تحت تاثير الاستروجين. خلاص احنا عرفنا ده الطبيعي. طيب انا بقى هنا بقول لك الريتيل فيز ديفكت، تعالى بقى ناخد ده. بص كده تخيل معايا ان انا هنا عندي انا بقول لك نقص البروجستيرون. طيب يبقى انا هنا بقول لك ان البروجستيرون بقى، طيب مين اللي مسؤول عن انتاج البروجستيرون ده؟ الكوربس ليتين، قلت لك هي بتنتج الايه البروجستيرون. طب لو انا حصل مشكله في الكوربس ليتين دي وما بقتش قادر تنتج البروجستيرون ده، يبقى هنا الليتيل فيز اللي هم ال 14 يوم دول هيقلوا، هي هو ده اسمه الليتيل فيز ديفكت. وصلت الفكره؟ طب تعالى تاني، يعني هنعمله هو دي الرسمه اهي زي ما هي عادي خالص، تمام، وادي الاف اتش سيرج اهو حصل، تمام، حصل الاوفيوليشن. بص بقى البروجستيرون هنا، بص هيعمل ازاي بقى، بص الرقم الازرق اهو، المفروض كده دول 14 يوم صح. بص هو هيطلع عامل ازاي اهو، طلع عامل كده وراح جاي واقع كده، مثلا خد مثلا 8 ايام، هو المفروض بعد 14 يوم كنا بنقول 5 5 5 صح، يعني في حدود 15 14 يوم، يعني هو خد 8 ايام بس كميه البروجستيرون لا ما عادتش، يبقى هنا يبقى عندي مشكله الكوربس ليتين ما قدرش يكمل لحد ال 14 يوم، فما وقع البروجستيرون فحصل الليتيل فيز ديفكت. طيب لا واحد تاني، لا عادي هو قعد ال 14 يوم عادي خالص. بص يعني دي الرسمه الاولانيه، تعالى ناخد رسمه ثانيه اهي، الرسمه الثانيه اهي برضه ال اتش سيرج حصل اهو. بص البروجستيرون بص هيعمل ازاي اهو، طبيعي اهو، بص ده الطبيعي، ده الرينج بتاعه الطبيعي، تمام. بص بقى بص هيعمل ازاي اهو، ايه ده يعني قعد ال 14 يوم بس الكميه قليله، يعني بص هنا الكميه بتاعت البروجستيرون، بص المنسوب طلع لحد فين، هنا قعد 14 يوم بس الكميه قليله. يبقى انا هنا عندي في التعريف ديكريز السكريشن بتاع البروجستيرون، يا اما الديوريشن بتاعته كانت قليله، يا اما هو خرج في ال 14 يوم بس كانت كميته قليله. طب ماشي، طب حلو يا عم، احنا فهمنا فهمنا يعني ايه فكره البروجستيرون بيقعد قد ايه وبيقل ازاي. طب هو البروجستيرون معلش يعني لما ايه المشكله ايه اللي هيحصل يعني؟ لا ما انا بقول لك هنا ان الطبيعي البروجستيرون ده هو اللي بيخلي المرحله السكريتوري، هو اللي بيخلي البروفيشن اللي حصل ده تفضل بقى الجلاندز بتاعت اليوترس تفضل تحوش جواها اسمه ايه تغذيه للبيبي، تمام. المفروض ان هو جاي، احنا مستنيين ما نعرفش يحصل حمل ولا ما فيش، ما حصلش حمل يحصل ايه شيلنج بقى، ما هيبدا الاندوميتريا من اللي جوه اللي بقى متحوش سكريشنز والنيوترينتس ده
مفيش بيغذيه، فيبدا يتقل ويبدا يروح جاي واقع، فيقع يحصل ايه؟ المنسيس. تمام، ده الطبيعي خالص اللي بيحصل. يبقى انا هنا دلوقتي عرفنا، انت فهمت بس الفكره فين؟ ان انا عندي البروجستيرون ده كميته قليله، كميته قليله ليه؟ ان الكورباسكيتين ما بقتش قادر تنتج بروجستيرون. طب ايه المشكله يعني ما يحصلش بروجستيرون؟ لا، المشكله ما يحصلش بروجستيرون هيحصل شيدنج بدري للايه؟ للسكريتري فيز. يعني دلوقتي البنت دي بالطبيعي كده، واحنا بنتخيل انا بقول لك بيحصل شيدنج بدري، فهتقول لك ان هي بينزل عليها الدوره بتاعتها تبقى قصيره، صح؟ بتيجي ريجولر كتير بشكل متسارع، يعني المفروض تقول لك بدل ما الطبيعي تيجي كل 15 دي كل 4 ايام، هي ينزل عليها دم مثلا، الدوره بتاعتها بقت قصيره، الكميه ال 14 يوم ما بيقعدش 14 يوم، بقى 5 ايام بس. فدي حاجه الاولانيه. طب يا عم واحده ثانيه عاوزه تخلف، طب هي دلوقتي عاوزه تخلف ماشي، افرض يا عم حصل انتر كورس بعد فتره، والبروجستيرون ده كميته قليله، برضه هيحصل شيدنج. يعني حتى لو البروجستيرون ده كان قاعد 14 يوم وهي حصل انتر كورس وفعلا حصل امبلانتيشن، بس الكونتراستيتير مش قادره تنتج بروجستيرون كفايه عشان يغذي البيبي ويمنع السكريتوري فيز دي، الولد هيموت، ما فيش تغذيه، كيف هيحصل ريكارنت ابورشن. فاصلا البنت دي تيجي تشتكي من 3 حاجات، لو هي واحده عاوزه تخلف تشتكي من انفيرتيليتي، ان انا يا دكتور مش عارف اخلف، ما بحملش. ليه ما بتحمليش ليه؟ والله لان كميه ما ده عمل بقى تحاليل البروجستيرون عندك مش كفايه، بالتالي تغذيه البيبي مش كفايه، فبالتالي ما بتحمليش، بيحصل شيدنج بدري للاندوميتري ما بيقعدش من 14 يوم. بدي اول حاجه اتوقع. طب تاني حاجه اتوقعها، لو انا اول حاجه انفيرتيليتي، طب تاني حاجه وهي واحده تيجي، لو يا عم لا حصل يا عم بريجننسي، تقول لك انا بيحصل الكارنت ابورشن، والله طبيعي من البروجستيرون عندك المسؤول ان هو يغذي البيبي في الفتره دي ماشي قليل، فبالتالي الولد ده هيسقط كل شويه، ما فيش تغذيه ليه، فكل شويه هتسقطي. طيب تالت حاجه، لو هي واحده بقى ما بتخليش وبنت صغيره، تيجي تشتغل بايه اللي هو ايه؟ الديسفانكشنال يوتراين بليدنج، اللي هو ايه؟ البوليمينوريا والمينوراجيا. يعني بتقول لك يا دكتور انا الدوره بتجيلي كتير. بتجيلي كتير ليه؟ ما هو بتجيلي كتير لان بيحصل شيدنج الاندوميتري. هي كل مره هنرجع لنفس النقطه، البروستير عندك يا حبيبتي مش بيكفي ان هو يقعد ال 14 يوم، فبالتالي بتجيلك الدوره بشكل كتير، كل شويه عمال يقع بدري يقع بدري يقع بدري. وصلت الفكره؟ طيب خلصنا، انت كده اعتقد انت كده فهمت كلينيكال بيكتشر اصلا. طب وفهمت هي ليه؟ طب تعالى نشوف ايه اسبابه. طب ايه الاسباب اصلا؟ احنا ده كل ما اتكلمناش في سبب، احنا كل اللي بنتكلم فيه الاعراض وايه اللي بيحصل. طب هو ايه اصلا اللي بيخلي الكوربس ميتيرم دي ما تنتجليش بروجستيرون؟ مش شايف الفكره في كده؟ مين اللي بينتج البروجستيرون؟ الكوربس ميتيرم. يبقى مين اللي يعمل لي مشكله؟ يبقى انا العب في الاكسس ده كله، نقعد بقى نلعب في الاكسس ده براحتنا. طيب اول حاجه تعالى خدها من فوق لتحت. طيب تعالى خدها فوق لتحت. طب مش ممكن الهيبو سلمس دي ما تنتجش جي ان ار اتش؟ اه، وبالتالي جي ان ار اتش مش هينتج اف اس اتش ولا ان اتش، وبالتالي ما تنتجش كوربس ميتيرم. يبقى ممكن في يحصل ديكريس في الجي ان ار اتش برودكشن. يبقى ده اول كوز. انا بكل ده والله العظيم انا مش هقول لك اكتفي، احنا ماشيين مع بعض كده بالمغرب. يبقى الجي ان ار اتش قليل. طيب تاني حاجه يا عم، لا الجي ان ار اتش كويس بس الاف اس اتش قليل والال اتش قليل. اه يعني الاف اس اتش قليل والال اتش قليل. واحد يجي يقول لي طب انا فهمت الال اتش هنا لان هو بيعمل سيرج، طب الاف اس اتش ليه؟ يعني واحد يجي دلوقتي يقول لي انت دلوقتي بتقول لي الال اتش، صح؟ ما الال اتش دي فعلا هي اللي بتخرج، هي اللي بتعمل، هي المسؤوله عن الاوفيليشن وهي اللي بتطلع لي الكوربس لوتين. فانا كده فهمك ان ال اتش لو ما طلعش الكروس لوتين مش هتتكون اصلا، لان مش هيحصل اوفيليشن دي، صح؟ تمام. واحد يقول الاف اس اتش دي، بقول لك يا حبيبي مش الاف اس اتش دي هي المسؤوله ان هي تكبر الاوفم؟ يعني الاف اس اتش لو كميته قليله هيطلع لي اوفم ضعيفه، والاوفم الضعيفه دي هتنتج كروس لوتين ضعيفه. وصلت الفكره؟ فهنا بنبقى الاثنين فعلا مع بعض، مش ال اتش بس، لا الاف اس اتش كمان مسؤول، لان الكروس لوتين دي جايه من الاوفم، لو الاوفم دي ضعيفه الكروس لوتين هيبقى ضعيف. طيب انا كده عمال افكر معاك، طب هو مفيش حاجه ثانيه؟ قال لك في حاجه ثانيه، قال لك لو واحده عندها البيتيوتري بتنتج برولاكتين كتير. برولاكتين، قال لك ليه؟ قال لك ان البرولاكتين ده بيبقى انتي اف اس اتش، يعني برولاكتين ماشي انتي، يعني هنعملها كده زي علاقه عكسيه، انتي اي اف اس اتش واي ال اتش. يعني لو البرولاكتين ده بيتنتج كميه كبيره البيتيوتري بيقلل البرودكشن بتاع الاف اس اتش والاي ال اتش. طب هل في امراض تانية؟ قال لك اه، قال لك بقى العلاج مع امراض تانية، قال لك واحد عنده بيتس ليتس، قال لك الاف اس اتش والاي اتش عنده قليل، انتاجهم قليل. وصلت الفكره؟ فهي دي كده، يبقى احنا كده لمينا الكوزس، لمينا البنت هتيجي بايه، وبالتالي ممكن كمان نعرف ايه الانفستيجيشن نعملها. يا باشا روح اسال البروجستيرون، انت متوقع ان هي إيه عندها الكلام ده؟ اسال شوف اسال البروجستيرون، اجحت اليوترس وخد منه عينه ووديها للراجل بتاع الباثولوجي، هيقول لك ده العينات اللي جايه لي دي المفروض يبقى، يعني مثلا هو دلوقتي خد العينه في اليوم العاشر مثلا بعد الاوفيليشن، خد في اليوم العاشر، صح؟ عشان انا بقول لك البروجستير قليل، ف السكريتري فيز او اسمه ايه؟ الاندوميتر بتاعه مش هيبقى ناضج كفايه لان البروجستيرون ضعيف ومش هيقدر يتجمع اكل كتير. فلما يجي يقارنه بالطبيعي يقول لك ايه ده، هو الاندوميتر ده المفروض
النهارده 10 صح؟ الاندوميتريوم ده انا قلت النهارده 10 المفروض يبقى اكبر من كده، ده الاندوميتريوم صغير، ده معناه ان البروجستيرون قليل. وصلت الفكره؟ فيقول لك بتلاقي في ديفكت في يومين، يومين او اكتر، ان انت المفروض الراجل ده بيسحب العينه يوم 10، فالمفروض الطبيعي يلاقيه مثلا ليتس سي ان هو ليتس سي 10 سم، يعني انا بديك بس تخيل ليتس سي ان هو يبقى فيه 10 سم مثلا، فهو خدها يوم 10 لقى فيه 8 بس، يقول لك ايه ده متاخر، فاهم؟ ده لسه مش ناضج، بمعنى انا عاوز اوصلها لك بس بوصلها بالسم، يعني مش عارف اوصلها لك بايه. وصلت الفكره؟ بيقول لك ايه ده 8 بس، ده المفروض ده يبقى عمره 8 ايام، ازاي وانا بسحبه في يوم 10؟ يعني المفروض انت سحبت يوم 10 المفروض يبقى عمره 10 ايام، هو الراجل سحبه ووداه المعمل لقى لك ده عمره 8 ايام، يبقى معناه ان الاندوميتريوم ده غير ناضج. ليه؟ معناه ان البروجستيرون قليل. يبقى انا كده يا اما اقيس البروجستيرون الاقيه قليل، يا اما الاقي اكحت اليوترس الاقيه قليل. احنا ده ماشي يعتبر خلصنا. طب الست دي تعالى مع بعض، تعالى احنا عاوزين نعالج، هي مشكلتها ايه؟ بروجستيرون اديها يا باشا بروجستيرون من بره، اديها حبوب بروجستيرون عادي، ايه المشكله؟ عندها اي مشكله بقى هنا، او عندها مثلا برولاكتين عالج ازاي ليه البرولاكتين عالي، عندها اف اس اتش غير ولا ايه، شوف ايه المشكله وعالجها. ماشي، بس هي الفكره كلها اديها بروجستيرون، هي مشكلتك في البروجستيرون اديك بروجستيرون، ايه المشكله؟ وصلت الفكره؟ تعالى بقى شوف كده في ايه سريعا. خلاص انت عارف الديفينيشن، ناقص السكشن بتاع البروجستيرون في السكن دوت بتاع السايكل، ايه نتيجه الديجنريشن كوربا سوديوم. طب انا تعالى الكتاب نقرا كل الكلام انت فاهمه دلوقتي. اول حاجه قال لك زياده البرولاكتين، عرفنا ليه البرولاكتين انتي اف اس اتش وانتي ال اتش في الدايبيتس ميليتس، وزياده بقول لك هتعمل في هايبر وهايبوثايرويديزم نقص وزياده، والدايبيتس ميليتس وزياده الاندروجين تمام، والكاشنج سيندروم، كل دول كده ماشي. عبارة عن كده جنب ان دول كلهم بيقللوا انتاج الاف اس اتش والام اتش تمام. طيب ايه تاني؟ اندوميتريوزس، الاندوميتريوزس دي بطانه الرحم المهدره، انا برضه هشرح لكم المهدره دي ان شاء الله. الاندوميتريوزس دي هتعرف لما نيجي ناخدها ساعتها ان هي بتخرج مواد اسمها ايه؟ بروستاجلاندين ماشي اف 2 الفا. بروستاجلاندين اف 2 الفا دي بتعمل ديجنريشن، بتديجنريت بتموت من الكوربس ميتيوم بدري. فالكوربس ميتيوم حتى لو طبيعيه وماتت بدري يبقى انا برضه نفس الكلام دخلت في الايه؟ في الترفيز ديفيكت. طيب معلش الدايبيتس ميليتس زياده او نقص الثايرويد والاندروجين والكاشن سيندروم، معلش دي غلطه عندنا، دول كمان قصدي بيعملوا جينريشن للكوربس ميتيوم، بيعملوا جينريشن للكوربس ميتيوم، الامراض دي بتموت الكوربس ميتيوم بدري تمام؟ تمام. يبقى انا عندي هنا برولاكتين انتي اف اس اتش وانتي ال اتش، دايبيتس ميليتس، هايبوثايرويديزم، هايبرثايرويديزم، زياده الاندروجين، كاشن سيندروم، اندوميتريوزس، بيعملوا ايه؟ ديجنريشن للكوربس ميتيوم. طيب وكمان بقى عادي انت بقى ممكن تزود عندك في الكتاب نقص الجي ان ار اتش، عادي نقص الاف اس اتش، نقص الال اتش، زود الكلام ده اللي عندك ده كله طبيعي يعني، بس هو مش مذكور في الكتاب عندنا، بس كل الكلام اللي بقولك ده انا مش بكتبه يعني، انا جايبه عشان معايا كتب تانيه. طيب طب كلمه اللي شرحنا عرفناها، قال لك والله هو اول حاجه انفرتيلتي، ما واحده ما بتحملش ليه؟ خلاص عرفت انت عندك الاندوميتريوم كده كده بيقع بدري، او الكرات ابوشن ده هي حمل بس بتسقط كل شويه، ابنورمال كرام بليدنج، هتيجي تقول لك يا دكتور انا عندي بولي مينوريا مينوراجيا، يعني الدواء بتوع عليا كتير، بتوع عليا كميات كبيره، وصلت؟ طيب وهتلاقي كلمه كده بتشوف بتاعت الكوز، والله لو واحده عندها دايبيتس ميليتس، هتلاقي عندها دايبيتس ميليتس وجايه بتشتكي لك ان هي تعرف ان عندها ميكال فيزيك، واحده عندها كاشن على حسب الحاجه اللي ايه، على حسب الكوز اللي عندها تمام؟ شوف بقى الانفستيجيشن اللي احنا يعتبر اصلا قلناها والتريتمنت اللي احنا يعتبر قلناه، انا بس بقرا معاك الكتاب يعتبر. كمل الانفستيجيشن والتريتمنت اللي احنا اصلا قلناهم، بس ايه هنراجع عليهم بس نقرا الكتاب تاني، ومعلش في شويه حاجات اقول نزودها معايا. طب اول حاجه انا عاوز اعمل انفستيجيشن، اعمل انفستيجيشن اول حاجه انفستيجيت ذا كوز، اعمل انفستيجيت الكوز، انا شاكك ان الراجل عنده دايبيتس ميليتس من دخلته عليا كده هو عنده السكر، او هي الست يعني قصدي الست دي عندها دايبيتس ميليتس، فانا شايف ان الدايبيتس ميليتس ده هو اللي مأثر عليه، فبقى انا اعمل انفستيجيشن دايبيتس ميليتس، اشوف مثلا هل هي زادت على المعدل اللي كان فيه او ايا كان، مثلا حد عنده هايبر ثايرويديزم او هايبر ثايرويديزم، يبقى انفستيجيشن اشوف تي 3 تي 4 ايه اخباره، من الدنيا رايحه فين جايه منين، كاشنج سيندروم نفس الكلام، ميس كورتيزون، فاول حاجه انفستيجيشن الكوز اللي انا شاكك فيه خلصنا منه. طب تاني حاجه اقيس السيرم بروجستيرون، عشان انا في الاخر ان انا عندي في الاخر ده كله بسبب نقص البروجستيرون. طيب يبقى انا اسحب عين من ده مقيس البروجستيرون. طيب قال لك بنسحبها امتى وبنشوفه امتى؟ قال لك فين؟ في السيفنث داي، زود بقى الحته دي معايا، السيفنث داي ماشي، فين؟ افتر اوفيوليشن، افتر اوفيوليشن المفروض النورمال يبقى اكتر من 10، من 10 يعني النورمال، ادي النورمال يبقى اكتر جريتر ذان 10 نانو جرام بير ملي لتر ماشي، ونانو جرام دي مهمه يعني خلي بالك من الايه، ممكن تجي لك ام سي كيو. طيب انا هنا بقى في الليتيل فيز ديفيكت، انا بقول لك ده نورمال، في الليتيل فيز ديفيكت بتلاقيه من 3 ل 10 نانو جرام، من 3 ل 10 نانو جرام
بالمليلتر من 3 ل 10. الرقم ده مهم مش موجود عندك زوده. يبقى انا اول حاجه هسحب السيرم بروجستيرون والله في 7 يوم بعد الاوفيليشن تمام، هلاقي لقيته من 3 ل 10 يبقى دي الليتيرف ديفكت. طيب المفروض طبيعي هو اكتر من 10 اصلا. طيب بريمينسترول بعد كده خلاص قلنا البروجستيرون. طب بعد كده انا عاوز بقى ايه؟ قلت لك تاني حاجه اعملها ان انا اكحت اخد عينه من اليوترس. فباخد عينه من اليوترس بعد الاوفيليشن واوديها الراجل بتاع المعمل اقول له شوف لي، اقول له انا سحب لك العينه دي النهارده في اليوم العاشر تمام. احنا سحبت العينه، سحبت العينه ماشي فين؟ في اليوم الايه؟ العاشر. سحبتها في يوم 10 تمام. المفروض يبقى عمرها كام يوم؟ يبقى عمرها 10 ايام مثلا. عمرها 10 ايام ده ايه؟ عمر العينه اللي انا واخدها المفروض ده النورمال. طيب النورمال في اليوم العاشر ليه عمرها 10 ايام؟ انا سحبت العينه من الراجل بتاع الباثولوجي، انا سحبتها فين؟ في اليوم العاشر. الراجل بص عليها تحت الميكروسكوب وفحصها قال لك لا يا باشا دي عمرها مثلا ايه 6 ايام. عمرها 6 ايام. يبقى انا هنا الاندوميتريوم اللي انا سحبته ده غير ناضج كفايه تمام، غير ناضج كفايه. فهتلاقي فزودت بقى، انا فهمتك بس كده، فزودت في البريمسترو اندوميتريوم بيوبسي عشان فاكر صوتك اللي هنا في البيت. لما انت بتاخد البيوبسي، لما تاخد البيوبسي من الاندوميتريوم بتلاقي في لاج، يعني بيحصل لاج اللي هي اللي هو اللاج ده فرق الاربع ايام دول تمام، اكتر من يومين 2 دايز عن الطبيعي. اكتبها كده لاج اكتر من يومين، يعني المفروض عمرها 10 ايام يبقى هي 8، يبقى تلاقي عمرها 8 7 6 وكذلك. في لاج اكتر من يومين عن الطبيعي المفروض الاقي عمرها فيه. خلصنا عامل مني نمسحها نمسحها زود الحته مش موجوده عندك في الكتاب دوت. بعد كده قال لك نعمل ايه؟ نقيس البادي تمبريتشر. طب ايه اللي بقى ليه علاقتها؟ خلينا نخلي في الحوار ده. تعالى مش عايز نفهم الطبيعي الاول. بص البيزا بادي تمبريتشر بتاع البنت انا بنقول دي في حاله هنا دي التمبريتشر ده في الطبيعي في الايام العاديه نورمال، وهنا في ايام بعد ما يحصل الاوفيليشن. بيقول لك فعلا لما بيحصل اوفيليشن تمام حراره الجسم بترتفع، تفضل مرتفعه بعدين خلاص يخلص الدوره بعدين يمشي عادي يبقى نورمال ترجع تاني للنورمال والاوفيليشن يعلى شويه والكلام ده. ده اسمها باي فيزيك ماشي، اللي هي باي فيزيك شويه عاليه وشويه واطيه او ما يحصل اوفيليشن. طيب تعال ناخد الحاله الثانيه. طب لو قلنا دي التمبرشر واحده حصلت بريجننت بقى بتطلع ادي النورمال بتاعي تمام درجه حراره جسمك العاديه. لو حصل بريجننسي بتبقى لا بتكمل بقى عادي تبقى ستيشنري ستيشنري ثابته بتفضل درجه. حتى لو جيت على فكره اللي من حوامل اي واحده حامل بتزيد درجتها درجه حالتها عاليه فعلا عن الطبيعي، لان جسمها في حاله انابوليك فيز، جسمها مشغله على طول عاوز يغذي البيبي ويغذي الام والكلام ده، فدرجه حرارة ترتفع عشان كده تمام. طيب وهنا برضه في باي فيز لان جسمك بيهيئ نفسه ان في بيبي جاي، مش حصل اوفيليشن بيهيئ نفسه ان في بيبي جاي خلاص ده احنا في حمل فاهمني. طيب طب تعالى نشوف واحده، تعالى بقى دول كده ايه بوريك دي كل حاجه طبيعي. طب واحده ماشي ما بيحصلهاش اوفيليشن اصلا، يعني الاوفيليشن دي ما بيحصلش، يعني بص درجه حرارتها العاديه تفضل طول عمرها كده ما بتطلعش، بدينا ان اوفيوليشن نسميها ايه؟ مونوفيزيك. مونوفيزيك درجه حرارتها ما بتعلاش خالص. طيب انت مصدعك بكل ده عشان بس افهم الدنيا فيها ايه. طب انا في الليتيل فيز ديفكت بقى ايه اللي هيحصل؟ تعالى بس خلي جنب الطبيعي. الليتيل فيز ديفكت ده الطبيعي اللي بيحصل باي فيزيك في الحالات الطبيعيه. بص هنا في الليتيل فيز ديفكت اللي بيحصل ادي هو ماشي معايا خالص درجه الحراره العاديه اهي بص كده كمل عليه خالص وبعدين درجه الحراره. بص هنا درجه الحراره هنا عليت قد ايه؟ بص بص الفرق بين المسافه دي كلها الديك ده كله هنا عامل ازاي؟ بص هنا عامل ازاي؟ درجه الحراره بتعلى اهو بس مش بنفس القدر اللي كانت بتعلى تمام؟ يبقى درجه الحراره هنا مش بتعلى بنفس الايه؟ بنفس المقدار. يعني مثلا كنت بتعلى مثلا درجه سيلسيوس هنا بتعلى نص درجه مثلا يعني تمام؟ بنقول عليها ان بيظبط البادي تمبريتشر بتبقى سب نورمال. سب نورمال يعني هي نورمال مش قصدي مش بتوصل للنورمال، لا هي سب نورمال بس بتعلى لان فعلا في بروجستيرون الى حد ما. طيب خلصنا يعني بقى معلش انت توتي مني انفستيجيشن بعمل ايه؟ بشوف الكوز على الدبيتس ميتس هايبر ثيرويديزم هايبر ثيرويديزم بشوف السيروم بروجستيرون بسقيسه باخد من اليوم ساعه بسحب عين الدم واشوف لقيته من 3 ل 10 تمام. يبقى انا دي له تيل فيزيكال طبيعي كان بيبقى 10 نانو ايه برميلي. بعزك نانو ما تنساش بريمسترول اندوميتريا بيوبسي الاقي لاج اكتر من يوم، استاذ ده كان جايبها في الميت مع انه مش موجود في الكتاب، لاج اكتر من يومين. طيب البيسر بادي تمبريتشر المفروض الطبيعي اهي باي فيزيك، بص المقدار بيعمل مثلا بواحد سيلسيوس، لا في هنا بيبقى عينها مش موجوده بيكتب لك باي تمبريتشر وخلاص. مش عارف انا الكتاب غريب شويه، المهم يعني سب نورمال. بيعلى بس مقدار ايه سب نورمال. في البريجنسي بتبقى ستيشنري، في لو واحده عندها نو فيوليشن زي ما قلنا ايه بتبقى اسمها مونوفيزيك. طب التريتمنت كنترول الكوز نفس الكلام اللي على دايتس ميتس ولا عمسكوا لها كل الكلام ده على جد دايتس ولا انا هايبر سيرفيس معاه هايبر سيرفيس معاه كوشنج عالجه. وفي الاخر العلاج كله في الاخر بتديها بروجستيرون في السكند داون بتاع السايكل
انا هدي له بروجستيرون، مش هنا بروجستيرون مش قادر يطلع، انا هدي له بروجستيرون. خلصت عملت الفيزيكال.